بإشراف من السلطات المحلية والعسكرية تم فتح مصلحة الطب النووي بمستشفى مكافحة السرطان بسيدي بلعباس بعد معاناة المرضى لعدة سنوات الذين كانوا يعانون في التنقل إلى خارج الولاية للبحث عن العلاج. التغطية لعبد الكريم عاشور. حضرتوا معنا اليوم مركز محاربة السرطان، وضعنا حيز الخدمة لسونتر دو ميديسين نيوكليير، مصلحة الطب النووي. هذه المصلحة هذه كانت ضرورية للمرضى تاع سيدي بلعباس وتاع المنطقة ككل، حيث المرضى اللي كانوا هنايا كانوا حل تلمسان، وتلمسان عندها ضغط كبير. اليوم كان يعني التدشين الرسمي لهذه المصلحة بحضور سيد الوالي والوفد المرافق لها. الحق يعني الطاقم الطبي وشبه طبي للمصلحة يعني سون ايكيب جان تري موتيفي. ان شاء الله احنا نروحوا اون ديفلوبي لو سيرفيس باش نروحوا حتى نزيدوا نحلوا لو سيرفيس لونيتي دو ليري ثيرابي بلس لو لابوراتوار دو سيرفيس ومام دوتر سيرفيس ان شاء الله بوركوا با ان اتوندون لاكيزيسيون دي زيكيبمون تاعها. الاخبار